فايلين ويقدر يدمج ويقدر يخلي حتى موسيقى تصويريه. بس هو هذا مال محترفين يعني، مال اخراج بصراحه، اخراج تلفزيون يعني اكثر ما هو كتدريسي. احنا نريد باسرع وقت ممكن. هذا البرنامج الثاني، هذا البرنامج الثاني band.com، هذا همينه برنامج يستخدم ايضا في تسجيل المحاضرات الفيديوية. اكتبوها يمكن اذا كاماتيزيا وband.com. اليوم اسهل واحد بالنسبة لنا اسمه فاست ستون كابتشر، هذا الايقونة مال فاست ستون كابتشر. تلاحظوها اخوان، فاست ستون كابتشر هذا الايقونة. نزلت لكم الرابط لتنزيل هذا البرنامج. طبعا هذا الرابط اما تنزله مباشرة من الشركة، هي شركة هولندية، ويعطيك بيه ترايل فيرجن شهر. راح ابدي اشغل البرنامج اخوان، ابدي اشغل البرنامج. اول ما ادوس على الايقونه، ايقونه البرنامج، راح يظهر لي هذا الشريط، شريط الادوات الفاست ستون كابتشر. هذا في كل البرامج يظهر لي هذا. طبعا هذا اكيد هذا فتح فايل. طبعا احنا اكو بيه كابتشرنج للصور، والهم نحن الكابتشر مال فيديو، يعني ما راح اركز على ذني هوايه، بس راح اشرح لا باس. بس اريد هذه الايقونه تحفظوها، هي سكرين ريكوردر. هذا سكرين ريكوردر، هذه كلها لها علاقه بكابتشر بالصوره، يعني تاخذ صوره للديسكتوب او اي شيء انت فاتحه، تاخذ صوره لك ايمج. هذا هم ايمج كابتشر ويندوز، بس الاوبجكت معين. هذا تحدد ريكتانجولار اريا، هذه مثل النجمه، يعني انت تحدد في المكان فري هاند مثل الخط تسوي وتاخذ له صوره. وهذه على اتساع الشاشه، وهذه هم نفس الشيء. هذن كلهن لهم علاقه باخذ صوره من الشاشه. اللي يهمني انا هاي كلها ما تهمني، وها هم السيتنج مالتهن، لان تقدرون انتم تدخلون عليهن، وشيء سهل يعني مو صعب جدا يعني كل السهل. بس هذا انا اللي يهمني بالسكرين ريكوردر. من تدوس تضغط عليها اخوان السكرين ريكوردر، راح يعطيك هذا الاوبشن. هل تريد الويندوز اوبجكت جزء من عندها ريكتانجولار اريا هذه؟ هل هذا فيكس سايد ريجن؟ هل فول سكرين وذات ديسك بار؟ طبعا احنا معظم الاحيان نستخدم هذا فول سكرين وذات ديسك بار، هذه جدا مهمه نستخدم هذا حتى لا يطلع لك الايقونات النازله جوا هنا، فقط هذا. طبعا انت محضر محاضرتك فاتحها وتنتظر الاوبشن. طبعا هذا اديت اخوان، اديت الفايل اللي راح تخزن بيه. هذا بي اوبشن، هذا الاوبشن اريدكم تسوون سيتنج مثلي مثل ما انا سويت. السيتنج الفيديو تخلي كابتشرنج للماوس بوينتر، يطلع البوينتر بعد التسجيل يطلع كبوينتر ولون اصفر. تريد بس لون اصفر، طبعا بس هايلايت تعشر هذا السهم تسوي له تاج، او كليك عند الكليك. طبعا انت بكيفك، لاني انت تتحكم بهن شو تريد انت. يعني ما عندك مشكله. فريم 10 سكند. الاوديو تريد من السبيكر ينسمع الصوت، من الميكروفون تريد من الميكروفون والسبيكر. انا معظم الاحيان استخدم مايكروفون حتى الاصوات الاخرى الخارجيه ما تظهر عندي بال يعني الاضافيه النويز ما تظهر ويا المحاضره. تريد هذا تستخدم سبيكر ومايكروفون ما عندك مشكله، انت تعتمد على الشخص هو وش يريد. طبعا ريكورد ماوس حتى صوت الماوس ينسمع يطلع عندك، هذه ما عندك مشكله بها. الاوتبوت هنا الاوتبوت افتر فايل سيف، هنا اريدك تخلي تاج على الاوبن كونتينج فولدر واديت فيديو. هذا حتى اول ما تكمل البرنامج هذا يعني كلش حلو انه يطلع لك ويف سيجنال او ويف فايل، وهو يخزنه بصيغه معينه، يعني مو مثل كاماتيزيا. كاماتيزيا يسالك شو تخزنه، بها طريقه بها صيغه، هذه ابسط صيغه يخزنه هو، وبالتالي راح يشتغل البرنامج مباشره. النوتيفيكيشن يعني يعطيك بلاي ساوند عندما يوقف او ينهي البرنامج، تخلي له تاج حتى تعرف. راح ابدي فد شيء معين، ابدي بفد محاضره معينه، افتح المحاضره مالتي اني، عندي فد محاضره يعني هذه مثلا على سبيل المثال، او ديجيتال كنترول هذا الدرس مثلا، هاي محاضرتي فد محاضرة معينة هسه، هذه اريد اسجلها فيديويا، اسجلها مايكرو بروسيسر.
محاضرة عادية، اضغط على كلمة ريكورد، اضغط على كلمة ريكورد راح يعطيك اوبشن ثاني. طبعا هذا كلش مهم للي ناس اللي يسجلون احترافية اكثر. اكو هنا insert title clip at the beginning of the video، طبعا انا هاي استخدمها كلش هواي. من تريد تسجل فيديو، تريد تسجل فيديو خلي عليها صح. ايش تسوي لك اخوان؟ هذه تفتح لك عنوان للفيديو قبل بدايته، قبل بداية الفيديو تخلي له عنوان، طبعا طبعا لون ازرق لون اصفر. هنا تريد تكتب العنوان مثلا lecture one تريد تكتب اسمك باي، دكتور احمد. طبعا هاي تظهر بدايه البرنامج، تظهر قد بدايه يعني تظهر ورا التسجيل، تظهر حتى تعرف المشاهدين انه هاي محاضره دكتور احمد، وهذا اللي بيها كذا، كاتب هيجي الموضوع كذا. طبعا تفصلها انت، تريد هنا بالهيدر يعني بالاعلى، تريد اسم الكمبيوتر مالتك يظهر، ظهر شوفوا لو تلاحظون يظهر اسم الكمبيوتر مالتي على جهه اليسار. تريد اليوزر نيم اسمك من هو انت همينه يظهر عندك، الديت حتى الديت يظهر عندك، شوف التاريخ يظهر بدايه الوقت. طبعا تتحكم بنوع الخط وجهته وباي مكان، وايضا تقدر تكتب ديسكريبشن على المحاضره بسيط يعني صغيره، كتابه صغيره تصير على سبيل المثال هذه لاحظ يعني هيك يعني فور مثلا فور ثيرد يير فور تير تير اشوف الاختصاص وهكذا وهكذا ما شوفون هنا. انا شنو هنا اكو كليب ديوريشن يعني هذا قد يستغرق بداية التسجيل، ايش قد تخليه يظهر قبل ما يبدي التسجيل. هنا انا كاتب 5 ثواني، طبعا كلش كافي خمس ثواني. هذه كل بداية لتعريف البرنامج ووضع خطوط العريضة إلي. من اريد ابدي راح ابدي، طبعا هنا يبين لك الصوت مالتي ريكوردينج، هذا ريكوردينج ايش قد قوة الصوت. هنا راح ابدي الستارت، شوف شو راح يطلع لي اخوان، راح يطلع لي بالتاسك بار هذا اللون الاصفر. بدا يسجل هذا اللي قاعد احكي انا بالمحاضره، بدا يسجلها، اشرح هذه المحاضره تمثل محاضره ديجيتال كنترول سيجنال وكونتينوس وهكذا اشرح. الحلو بي انه انت مثلا تعبت تريد تتوقف تريد تتاكد من شغله، بس تضغط على هذا النقطه السوداء اللي اسمها بوس، هذه الصيغه هذه اخوان، هذا من اضغط عليها يعني عشان قاعد اسجل. التسجيل صار عندي تقريبا دقيقه و 35 ثانية. افرض انا اريد اتوقف، اضغط على هذا باللون الاسود، اضغط عليه راح تطلع لي مسج، لو تلاحظ طلعت لي مسج هل انت تريد تسوي ريسيوم البرنامج تجي تكمل، يعني انت تتوقف شويه وتكمل السكرين ريكوردر، او سيف تخزن نهائي، او ديسكارد تلغي التسجيل اساسا. طبعا ريسيوم يرجعك من يا نقطه انت وصلت بيها يكمل، وانه تكمله للصوت وهكذا. السيف تخزن، احنا هسه فرضا للسيف راح اشوفكم اللي هي دائما دكتوره سالتني اللي بيه مشاكل معظم التدريسين، افرض خزنته هنا، خزنته بالماي دوكيومنت، انت تتحكم بيه، انت على الديسكتوب خزنته. هذا راح يعطيك الفيديو ويعطيك التاريخ ويعطيك رقم، طبعا انا معظم الاحيان هذا الرقم الغيه، تسميها لكتشر، لكتشر 1. لكتشر 1، حتى شنو تعرفه لانه راح يعطي ارقام معينه راح نخزنه ويخزنه بصيغه دبليو ام في، يعني هاي معرفه للكل. انخزن يقول لك اريد تشويسنج دايمنشن هذا، يقول اوريجينال سايز. هذا خزن لي اياه، باوع طلع لي الشاشه الزرقاء اذا تلاحظ بدايتها. هنا الشغل مالتنا راح يصير شلون نسوي حذف او بعض تدري مرات احنا بالحكي تطلع عندنا فد نتفات نحذفهم،
تريد نضيف تريد نخلي صور وهكذا. طبعا هذه الشغلة لو تلاحظ بارع راح يشتغل. ها شوف طلع. آه هذا الحكي مات. بارع هذا الحكي ماتي ويلتجي. هذا لو تلاحظ هنا. راح أوقف هسه. راح أوقف. هنا أنا وين عندنا المشاكل تصير؟ قلت لكم بعض المشاكل إخوان إنه من أريد أحذف مقطع أو مقطع ما عاجبني لازم أنا أعرف الزمن اللي صار به المشكلة. طبعًا هذا يمشي اللاين تعرف أنت الوقت بالضبط وين. من تريد تحذف على سبيل المثال تقول كات. تقول كات. كات. هنا كات يحدد لك إخوان. يقول لك هنا الكات تريد الديوريشن مالتك 5 ثواني ومنين من يا مكان. طبعا اذا تقول له باكورد باكورد يعني يرجع لك 5 ثواني ورا. اذا تقول له بدون ما تحط التك هنا راح يحدث لك فورورد يعني يمشي لي قدام. طبعا احنا بالبدايه احدد انا شوف هذا تلاحظون الماوس اخوان شوف وين المكان اقدر احذفه من 20 ثانيه هنا راح اشر على الماوس واشرت هنا الشرطة هنا تأشر عندي من هذا المكان راح أقول لك كات. يقول لك تحذف 5 ثواني بعد مثلا أنت تريد مثلا كم ثانية أنت بكيفك يعني هذا شيء خصك حسب أنت الشيء تريد تشيله 5 ثواني 6 ثواني 7 ثواني 10 ثواني دقيقة طبعا دقيقة 60 ثانية إخوان الدقيقة 60 ثانية خليها ببالك. وأنا شفت ما أحول عليها يعني أكثر شيء أحول إنه شلون أعرف المكان بالضبط عن طريق الكيرسر. هسه قلت له انا 5 ثواني بس فورورد وليس باكورد راح اعطيك باش راح يعطيك راح يعطيك 5 ثواني من هنا لهنا على المسافه من هنا لهنا. لو فرضا انا غلطان يعني احتمال مو هي هذا المكان. طبعا في خاصيه تجيب الماوس تحرك المكان اللي تريده تريد تقطع بيه خاصيه جميله يعني انت تشيله تحركه المكان اللي تريده. انا هاي استخدمها دائما لان مرات ما تجي فت اني المعلومه اللي اكتبها 5 ثواني 6 ثواني 7 ثواني وكسر بينها بالماوس اقدر اتحكم بيه واقدر حتى اشيلها يعني هذا شوف المكان اقدر اشيل غير مكان المكان اللي اريد احذف هذا المكان اللي اريد احذف واضح اخوان يعني هذا المكان اللي اريد احذف شو اسوي بعدها ادوس كات الديوريشن طلعت 10 ثواني مو 5 ثواني اللي سويته اوكي من اضغط اوكي بدا هو شنو راح اشر لي انه ترى بار ذا سكشن ويل بي ريموف وين سيف ذا فايل يعني انت صح شفته هنا اسود بس هو ما انقطع الا تخزن حتى لا يصير عندك اشتباه من تخزن راح يسوي لك فايل اضافي رقمه يسوي يعطيه اديت وراح يسوي ميرج للفايل الاصلي. هاي واضحه هاي مالت الكات اخوان. عندك مكان ثاني الزوم طبعا الزوم تريد اي مكان تكبره تريد مكان هذا يعني هذا الشيء معروف يعني الزوم الدرو تقدر ترسم على الفيديو نفسه الدرو تقدر ترسم على الفيديو نفسه يعني خاصيه جدا جميله به يعني هسه هذا الفيديو مالتي راح اشر هنا سهم اشر هنا مثلا تكست اكتب هنا تكست على نفس الفيديو على نفس الفيديو هو بيمشي انا اقدر اكتب عليه تكست واضح اريد اجيب دائره هنا دائره حول هذا المكان طبعا هذا مو شفافه يعني جواها ما يبين واكو واحده شفافه جواها يبين الترانسبرنسي يسمونه هذا شوف هذا يبين الجو يعني انت على نفس الفيديو تقدر تسوي ايديت وترسم عليه ترسم عليه حتى تقدر تخلي ايمج عليه يعني حتى تقدر تدخل صوره من هذا المكان تدخل صوره هنا أنا شخص او صوره فيديو يعني صوره تدخلها بالموضوع حتى تقدر كتابه هذا تاشيرات هيك انا اكتب كذا حركه كذا اي كذا موجوده هذا هنا وحتى تقدر تعطي مثلا فد نوتيشن معلومه هنا تقدر تكتبها على الفيديو يعني كلها موجوده عندك كلها موجوده عندك واضح اخوان وتبين عندك تماما تبين عندك تماما هذا اللي شو اسمه هذا اللي تريد تحذف هذه تريد تحذفهن تأشر على اليمين تريد تحذف هذا شوف الاعماق ذني كلهن تحذفهن اذا تريد مثلا عندك شيء ما تريده انت ترجع تحذفه من جديد
واضح اخوان؟ هذا الديسك هذا بالنسبه للدرو الرسم. بالنسبه تو جيف، الجيف هذا من الضغط يا اخوان، هذا راح شو يسوي لك؟ راح يعطيك الفيديو على شكل صور متحركه، صور متحركه يعني يسويه على شكل لقطات، لقطات لقطه جر لقطه. طبعا يسجل فيديوي من اضغط عليه يعني، طبعا حجمه راح يكون اكبر وراح يسوي لك اياه يعني الفيديو عباره عن لقطات. فانت تقدر حتى هاي اللقطه مثلا تتحكم بها، ترسم بها، تتحكم بهذه اللقطه. طبعا من يحاوله هم اشوف يعطيك فايل والا فايل ثاني واسم ثاني وهكذا. بس ما يجري اي تغييرات اذا ما تخزن انت، ما يجري اي تغييرات اذا ما تخزن انت. راح اخزن هسه سيف اس، باش راح يعطيني اعطاني فايل جديد بس يكتب لي اديت عليه، فايل جديد يكتب لي اديت، يشيل لي هذه المكان، يشيل لي هذا المكان. طبعا هنا اي تغيير اخوان، اي تغيير تسوي مثلا زوم بهذا المكان، تسوي زوم مثلا، اوكي هذا شوفكم راح ياشر لك بيا مكان سويت زوم. اي شيء تريد تسوي دروب بيا مكان ياشر لك. هنا اذا تريد تلغيهم ذني كلهن بالديليت، ما يعطيك الديليت زوم اوبجكت، تريد كلير كات اوبجكت، يعني اي عمليه سويتها تقدر تلغيها تماما قبل ما تخزن البرنامج. لي خاصيه حلوه انه من تخزن البرنامج يلا يصير تغيير بالبرنامج تماما. طبعا جربته كلش هوايه وممتاز، والخزن مالته يعني ما ياثر، يعني مو مثل مثلا باوربوينت تخزنه كفيديو وبنتخزنه كفيديو يعني يسوي لك يكبر لك البرنامج يعني كسعه. هنا كلش بسيط، ويف دوت ويف يعني تسوي يعني فايل مقروء بسيط والخزن مالته بسيط، وتقدر ترفعه بكل سهوله على اليوتيوب، وانا رافعهم كلهم لاني باستخدام يوتيوب. طبعا اكو بعض البرامج الاخرى همين قلت لك، اكو يسموه سكرين كورد، برامج اخرى بس تخلي اللوجو هذا، شوف سكسسفولي فيديو سيف فيديو از فيديو كذا، مطيك اياه بلاي فيديو قول له اوكي راح يطلع لك الفيديو. واضح هسه الشرح، هذا الشرح هذا الشرح ما هذا راع الفيديو، هذا الفيديو سجلنا، هذا الفيديو سجلناه. طبعا انا راح افتح النقاش لكم انتم اذا عندكم اشياء معينه، طبعا هذا لازم تنزله يعني اذا عندكم اشياء معينه ببالكم، وبرنامج قلت لكم بسيط جدا وتقدر اي شخص يقدر ينصبه بسهوله وبسيط جدا. واذا تريدون افتح لكم الشات بس راح الغي الشير يعني اذا ما صار زحمة عليكم. راح افتح الشات الاخوان اللي عنده شات وافتح الاصوات. نعم السلام عليكم دكتور احمد. نعم تفضل استاذ. حبيبي دكتور علاء طاري وياك. اهلا دكتور، اهلا دكتور علاء حبيبي دكتور. شكرا جزيلا. حبيبي دكتور. بس اذا ممكن دكتور بس اللي دخلت ورا خمس دقائق تقريبا من بديت الصفحه الاولى اللي سويتها. الصوت كلش ياثر، اذا علي صوتك دكتور اذا ما صرت زحمه عليك. اشكرك على المحاضره، انا اشكرك جدا. بس اذا دخلت ورا خمس دقائق من بادي انت، بس البدايه اللي سويت شريحة عنوان المحاضرة. قل لي دكتور لأن في جماعة فاتحين المايك بصراحة يعني ما أدري. إخوان بدون زحمة عليكم، أصوات أكو بعض ما ندري منو طلع، بس أنتوا هم إخواننا، أصوات الأطفال أصوات الها إذا ما تصير زحمة عليكم. دكتور علاء سؤالك إنه شلون تسوي الشاشة الزرقاء قصدك غير بالبداية؟ هذا دكتور راح أعيده إليك، راح أرجع أعيده، راح افتح شير وياكم مره ثانيه اعيده اذا ما تصير زحمه، خاف واحد اجى دخل متاخر. اشكرك. نعم تدلل دكتور، راح اعيدها مره ثانيه.
راح اعيد كلش خاصيه حلوه يعني لقيتها هذه خاصه في بدايه ال العفو دكتور والعفو دكتور حتى خاف الصوت هذا راح وشلون من النصبه شلون نسوي فري هم نخليه ترايل شهر كل شهر ونجدد هو دكتور اول ما تنصبه هو يعطيك ترايل بالبدايه كل ما تشغله يقول لك ترى هذا ترايل عندك الكود الفلاني عندك الكود يسألك كل مره يحسب عليك 30 يوم دكتور راح اعيد هذا اللون الازرق هذا الفاست ستون اهم شيء عندك السكرين ريكوردر هذا سكرين ريكوردر هذين البقيه كلهن انت تعلم عليهن فقط لتاخذ صوره للشاشه فقط للمكان اللي تريده هذا اهم شيء عندنا هذا الريكوردينج هذا لو تلاحظ دكتور السكرين ريكوردينج هذا هذا الاوبشن هذا الاوبشن من تقول له ريكورد من تقول له ريكورد راح يعطيك هذا الاوبشن الثاني دكتور وياي هسه شفت السكرين ريكوردينج هاي شفت دكتور وياك لو تلاحظ هنا لو تخلي تك هنا تك صغير على هذا تك هذا الصغير شوفه انزير تايتل كليب ات ذا بيجنينج اوف ذا فيديو هذا دكتور شو تريد تكتب هنا بهذا المكان يطلع لك ببدايه الفيديو يعني تريد تكتب اسمك اسم المحاضره اي شيء يطلع لك اسم الفيديو هذا لو تلاحظه هنا لحظة انا تكتب يطلع عندك بالفيديو واضح اخوان هذا شو تريد وتريد تكتب بالهيدر اسم الكمبيوتر مالتك ياخذه من الكمبيوتر ياخذ اليوزر نيم ياخذ الديت يعني كلش محترم يعطيك حتى التاريخ والوقت حتى التاريخ والوقت طبعا انت تتحكم هنا هذا الكليب بدايته ويا التسجيل تريد تخلي 5 ثواني تريد تخلي اكثر تخلي اقل هذا تتحكم بها لا اكثر ولا شكرا وتبدي تسجل وشرحت لكم علي هذا السلام عليكم دكتور احمد دكتور صادق نعم تفضل استاذ هلا دكتور حبيبي دكتور صادق تشرفني اي تفضل دكتور حبيبي دكتور حبيبي دكتور تشرفني بس اسالك على السايز اللي اخذه لمده نص ساعه قول تقريبا سايز نص ساعة؟ خلنا نطلع يلا بخ إذا أسجلت لمدة نص ساعة إيش قد الشيء؟ والله دكتور أنا سجلت 25 دقيقة بس ما أدري والله دكتور طب على القناة مالتي دكتور وتشوف السايز مالتي والوقت إذا ما صرت زحمة عليك موجود عندي موجود الفيديوهات موجودة على اليوتيوب نعم أي أنت ما عندك شيء مشكلة دكتور السايز انت هنا ما ياثر عليك السايز سجل ايش قد ما تريد انليمتد المشكله من تريد ترفع على اليوتيوب ترفع على اليوتيوب شوي يتاخر اي هو هذا انا قصدي على هذا لان من تريد ترفع اذا سايز كبير بالضبط بالضبط انا شو اسوي صراحه المحاضره اقطعها الى اجزاء يعني اكثر من جزء للسيفتي لا اكثر ولا اقل حتى من ارفعها تصير سهله يعني المحاضره ام الساعه اسويها مثلا نص ساعه بنص ساعه ثلاث ارباع الساعه نعم. ثلاث ارباع الساعه لا اكثر ولا اقل قطعها والبيابه يا شبابي معود اوف هو اكو دكتور اي تفضل عفوا اكو تقدر هل تتحكم بالريزوليوشن مالته اعتقد فيقلل لك من التايم ايضا تقدر دكتور بس ما يعني خليت الريزوليوشن مثل ما هو وشفته جربته بالبدايه وكان يعني كلش بسيط جدا هو جدا بسيط حبيبي دكتور اخوان اللي عنده سؤال خليه يسالني بالشات او يريد يسالني مباشره بس اصوات فتح المحاضرة من أرفعها هذا سجلت فيديو أروح على اليوتيوب عندي قناة خاصة أرفع الفيديو من راح يرفع الفيديو راح يشوفوه الكل دكتور حربي عيني بس اكتب لي هسه اسمك وإيميلك وحتى نسوي لكم شهادات مشاركة إذا ما صرت زحمة عليه اللي يسمعني يكتب اسمه وإيميله وجهة الانتساب السلام عليكم دكتور أحمد والسلام دكتور اياد هلا مرحبا انا اشكرك على المحاضره حبيبي دكتور اياد انا سهلا بس حقيقه تساءل دكتور عمر وهم جيت مع المحاضره انا سهلا سوينا المحاضرتين ممكن ندمج بيناتهم اكو شيء امكانيه بالبرنامج
والله هو الدمج يعني هذا ما شفت بيه الدمج، هذا تلقاه بغير برامج بصراحة. الدمج ما يعني قصدك محاضرة تدمجها على محاضرة ثانية، ما جربت ما صارت عندي. نفس السؤال سألوني بيه قبل يوم هيك، نفس السؤال يعني. بس يصير دكتور من تدمج، هو احنا نريد نقطع تدري ليش؟ لان يعني حتى بنسوي ابلود على على اليوتيوب حتى لا اخذ منك وقت. يعني تدري انا شو وقت ارفع مثل برنامج مثل ويا صلاة الفجر حتى يصير اسرع، او مو وقت الذروة. تدري احنا عندنا مشكلة بالنت، يعني انت من تدمج فايلين فسوا راح يسوي لك اشكال، وهذا ماكو داعي اليه. يعني مثلا كل ما اقلل كل ما كان احسن. اكيد دكتور اكيد، بس في بعض الاحيان يعني يكون الفيديو يعني قصير، فممكن يعني اي قصير ممكن ممكن اعتقد برامج اخرى تدمج، يعني هذا كماتيزي يدمج، هذا الباندا كام يدمج، بس هذا لا اعتقد انا ما مجربه يدمج، ما جربت ما يعني ليش اكون صريحا على دكتور يا اتفضل اخوان اللي عنده سؤال على البرنامج شلون هذا. السلام عليكم دكتور احمد تسمعني؟ اي دكتور علي، مو دكتور علي، دكتور علي ناصر، شلونك يعني دكتور؟ حبيبي دكتور علي تشرفنا، تفضل دكتور. عين دكتور، اكو برنامج كامتازيا تقدر التراك مال الاوديو عن الفيديو يعني ينعزله، يعني تقدر تتحكم انه تقطع من الاوديو او الفيديو. هنا القطع اثنين تمسويه، لو هل اكو شيء خاصيه بالامكان كل واحد على حده؟ لا لا دكتور، الكاماتيزيا قلت لك محترف اكثر، ويقطع ويقدر يدمج فايل انفسه، وحتى يدمج موسيقى تصويريه. هذا لا دكتور، اذا صار عندك قطع مو قطع عفوا، صار عندك خطا عند التسجيل، قد يكون صوت ما تريده يطلع او تريد فتشي تعيده، الفتره هذه الزمنيه تقدر تستقطعها، من تستقطعها ترجع تدمج الفايل، يعني هو يندمج اوريدي. ماشي دكتور؟ يعني ما بها خاصه ما. اي نعم، اوديو فيديو شنو يعطيني استقطعهن وبالتالي يقطع بس هو بس هو. اي نعم شكرا لي دكتور، شكرا. احنا هنا بالمناسبة جماعة دكتور اللي عرفنا عليه طبعا اكثر شيء دكتور عماد قاسم، بصراحة يعني انا شكره الدكتور عماد. جماعة هندسة كربلاء يستخدموه كثيرا، واحنا استفادينا تدري، احنا المدرسين واحد يستفاد من الثاني بصراحة، حاولنا باكثر من برنامج باكثر من هذا، بس شفنا هذا ابسط واحد لان يحقق المطلوب من عندك. هو انت شو تريد؟ انت تريد الرزق، حقق المطلوب وكسهوله. احنا مو وقت هساني وقت اقوم اتعلم لي برنامج واقوم من جديد وبي اخطاء وتراي غنرق، هذا جدا بسيط.